اهلا بيكم معنا النهارده. ان شاء الله هنتدرب على حل السؤال الثاني للصف السادس الاعدادي في ماده اللغه الانجليزيه، تدريب على بعض الفقرات ازاي نحلها. طبعا هي معتمده على الكلمات وبعض الجرامر، بيكون جايب لي بعض الكلمات في لسته زي كده وبيجيب لي فقره وبيقول لي خد الكلمات اللي فوق حطها في الاماكن المناسبه. طبعا كل فقره بتتكلم عن موضوع معين، هتعرف الفقره بتتكلم عن ايه وتاخد الكلمات المناسبه ليها. قلنا حلقة قبل كده عن هذا النوع من الأسئلة، لو ما شفتوش روح شوفه على القناة واشترك معنا ودعمنا بلايك للفيديو. يلا بينا نبدأ. بيقول لي have has discovered astronomer scientist orbited. هنبدأ بقراءة الفقرة، وطبعا انت ممكن توقف تعمل بوز للفيديو وتكتب إجاباتك وبعدين تشوف إجابتك صح ولا لا. The stars and the planets not always been important. been يبقى هنا عايزة ايه بقى، يا اما have يا اما has. طبعا الاتنين دول جمع، يبقى ايه have always been important to us، دايما مهمين بالنسبة لنا. in ancient times في الاوقات القديمة people knew what time of year it was، عرفوا الوقت كان بيبقى قد ايه by looking at where the stars were in the sky، بمعرفة مواقع النجوم. the ancient Egyptians discovered that اكتشفوا يعني a star called Sirius appeared in the sky just before the Nile flooded، يعني اكتشفوا ان النجم ده اللي هو اسمه سيريوس بيظهر في السماء قبل فيضان النيل. and from the second century من القرن الثاني، يبقى ده عالم and scientist and ولا scientist ولا astronomer an astronomer sorry but astronomer from the second century. طبعا احنا عارفين الفرق بين استرونومر واسترونوت. استرونومر هو العالم الفلك اللي بيدرس الفلك، وذلك كان قبل اكتشاف الصواريخ والانطلاق للفضاء. called Ptolemy طبعا ال P silent believed that اعتقد the sun orbited the earth، ان السن هي اللي بتدور في فلك حول ال earth الارض. ده بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية مديني فيها بعض الكلمات، بيقول لي uses used without satellites signals resigns. طبعا في كلمات مناسبة في كلمات زيادة عندنا، فاحنا بناخد الكلمة المناسبة. الفقرة دي بيقول لي since the late 20th century منذ أواخر القرن العشرين we have satellite technology for many of the things we do every day. احنا هنا بنستخدم we have used، طبعا هنا have used تصريف تالت. our lives حياتنا يعني would be or would be very different without it، هتكون مختلفة جدا without it بدونها. here are some of the things that we use، هناك بعض الأشياء اللي احنا بنستخدم the satellites for، نستخدم الأقمار الصناعية من أجلها. مديني مثال فبيقول لي GPS اللي هو تحديد المواقع on board which uses a system تستخدم system نظام of satellites that work together. these send ده الأقمار دي بترسل لنا ايه إشارات signals signals to receives on earth، عشان نستقبلها receives on earth نستقبلها على الأرض. which work out where you are والتي تعمل حيثما تكون. ده بالنسبة لأول فقرتين. هندخل على فقرتين كمان معانا، تمام كده باقي الفقرة هيظهر معانا واحنا بنقرأ. طبعا لو وصلت معانا لغاية هنا لايك، واكتب لنا في تعليق لو انت عايز اي نوع من الأسئلة نحله هنحله مع بعض. كلمات عندي كلمة who where astronauts station objects insects. طيب هنقرا الفقرة وبعدين هنشوف ايه بقى الموجود معانا. The International Space Station محطة الفضاء الدولية is a huge spacecraft، هي مركبة ضخمة جدا 70 كيلومتر above the earth 70 كيلومتر ارتفاع من الارض. It's a place not astronauts live and work where they go into space، ده المكان اللي بي الاسترونيتس اللي هم رواد الفضاء بيعيشوا فيه، يبقى حيث وير بتعود على مكان. اوكي
must not stay on the space station for about 6 months. معظم مين اللي بيقعدوا في الفضاء لستة أشهر؟ Most astronauts. The space station محطة الفضاء. Orbit the Earth every day بتدور حول الأرض كل يوم. Orbits يعني بتدور في فلك. It travels at 27,000 kilometers on an hour يعني بتدور بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة. That means ده معناه that it goes around the Earth every 90 minutes بتدور حول الأرض أو بتاخدها في 90 دقيقة. It's one of the biggest knot in the sky. Biggest object أو objects in the sky. وهي أحد أكبر الأشياء الموجودة in the sky في السماء. التدريب العاشر معانا بيقول لي been أو be been journey dissolve solve competition. هنقرا وبرضه هناخد الكلمات المناسبة. طبعا انا عايز مش عايز اترجم لك معنى الكلمات غير لما نحلها عشان اشوف انت ايه مستواك ايه في حفظ الكلمات وتعرف مستواك. From many years منذ عدة مئات السنين او سنوات كبيرة طويلة يعني. ناسا has وكالة ناسا للفضاء has not trying to understand حاولت انها ايه بقى has been had been trying okay لأنها حاولت ولا زالت تحاول ده مضارع تام مستمر. Understand طبعا مشروع على القناة كل الأزمنة وكل اليونتس بتاعت ايه بتاعت المنهج. يفهموا اللي هي try to understand what it can do with the rubbish that space not produce يعني عاوزين يتخلصوا من القمامة اللي بتخرجها الرحلات اللي هي ايه الفضاء space journeys space journeys produced تنتجها الرحلات الفضائية. Scientists have been looking for ways to solve the problem حاولوا بعدة طرق to solve the problem انهم يحلوا المشكلة of rubbish مشكلة الرابش دي. Astronauts use a lot of plastic الأسترونوتس بيستخدموا كتير من البلاستيك paper and other waste on their journeys to space بيستخدموا قمامة كتير متنوعة في رحلاتهم للفضاء. This can be a real problem ده ممكن يكون مشكلة real problem يعني مشكلة حقيقية. For أو so لذلك NASA started a بدأت في إيه بعد ما بدأت بتقول لك asking the world's best scientists to try and find a solution بدأت منافسة كلمة منافسة اسمها competition يبقى start the competition بتطلب من أفضل العلماء إن هم يحاولوا إن هم يجدوا find a solution. أعتقد إن بالمواضيع اللي إحنا قلناها في الفيديوهين إن شاء الله هنكون غطينا معظم الأسئلة اللي ممكن تجي لك بالشكل ده اللي هو إجابة السؤال الثاني. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو اشترك معنا في القناة اكتب لنا رأيك في التعليقات. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.